يجني المزارع جمال عوض الله هنا نبتة الفرفحين في أرضه في قرية دور القرع شمال رام الله. يقول جمال إن هذه النبتة تشكل مصدرا إضافيا لدخله، حيث يبيعها على بسطته هنا على الشارع الرئيسي الذي يربط قريته بمدينة رام الله أو لتجار الخضروات. بلقة البكلة وبنبيعها نستفيد منها يعني. بدي أحطها على البسطة الناس بيشتروها، البكلة مطلوبة يعني، بحبوها الناس، بطبخوها مع بندورة، في ناس بيعملوها سلطة، في ناس كل ناس شيء اللي بيعملوها، بتدخل دخل مليح. مليح الفرفحينة. النبتة ذات اللون الأخضر الباهت والأوراق الرفيعة يطلق عليها البعض الفرفحينة أو البقلة وأسماء أخرى حسب المناطق. يقبل الكثيرون على شرائها لفائدتها الصحية، فتستخدم كمسكن للألم ومضاد للالتهابات والأكسدة، إضافة إلى احتوائها على فيتامينات متنوعة. هذا البكل للأمراض، كل الأمراض تستفاد بإذن الله البني آدم منها. مريض مليحة للسكري، مليحة للي عنده المرض اللي مش مليح، إن شاء الله الله يحميكم. مليحة لكل الأشياء اللي ربي خلقها في البني آدم، يعني فيها مادة في الكسترول، فيها مادة في الكلى، فيها للطحال، فيها لكل إشي، فيها مادة بتفيد البني آدم. في عليها أقبال كتير بيستخدموها للسلطات، للطبيخ، فيها بروتينات كتير، يعني إقبال عليها جيد جدا. وتنمو نبتة الفرفحين في العديد من المناخات الفلسطينية باستثناء المناخ الصحراوي، وتشكل البيئة المروية بشكل كبير بيئة خصبة لها. الفرفحينة أو البقلة نبتة لها فوائد كثيرة، أهمها فوائد اقتصادية في أنها تشكل مصدر دخل للعديد من الأسر، وأخرى فوائد غذائية تعود بالنفع على الجسم. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، من قرية دور القرع.